رجلك هذه اقطعها. خلاص مات. شوف الكارثة الحاصلة، المدينة توها يعني المشكلة حصلت توها، ما لها أي فترة. عمي وين القفل؟ أنا أذكر مكانه في الديمو بس ما أدري وين، مريت عليه أتوقع. يا ساتر يا ساتر، إنا لله وإنا إليه راجعون. تلف تعالت الله يوفقك ويرضاك. بداية خير. أنا بس أبغى أخلص من جزئية الديمو هذه وبعدين أبدأ أشوف ما أحب ألعب شيء مكرر. مشكلة يعني الآن ما أدري كيف تنفتح. طبعا في البداية حاليا ما راح اطول في اللعبة اليوم قد ما اقدر، بختصر الوقت انه حاليا في ضغط دراسة والله يعدي بس الايام هذه على خير. يزيك ايتمز من يو نيد تو يوز ان ايتم تو انلوك ا دور او سولف ا بازل سيلكت ايتم اند ذن. طيب عارف اني بس وين الايتم؟ قنبلة الشوت جن بس يبغاله طب عارف كت تشين يعني علم كيف تطلعه اعرف، بس ابغى المفتاح حق السلاسل. اعرف واحد منهم يقوم دحين. انت عادك حي؟ لا اصبر الله ياخذ شكلك.
أطلع. ثلاث طلقات في الرأس. ما عاد ما أشوف شيء، رجعت لنفس نقطة بدايتي، كان في شيء. شوف هنا نجي للخزنة، الخزنة هذه طبعا لها رقم سري، مو إجباري إنك تفتحه، بس إذا حصلت شيء دلالة على إنك تفتح الرقم هذا خلاص. طيب أعلمكم وين مكان المفتاح الرقم السري اللي تفتح به الخزنة، بس ماني عارف والله وين. نشوف نكتشف بعدين في اللعبة. طب هنا جاوبنا لنفس الطريقة الأول، أنا ما أدري وين مكان المفك. هنا أذكر إنه في زون. طب حلو، البرميل الأحمر موجود هناك، شوفوا. أعوذ بالله، ما أدري من فين طلعت لي هذه النظرة، ما أشوف شيء. أنا أبغاهم يمسحون كلهم وأبجرهم. قلة حياة معاهم الزومبي ذولي. طيب جئت لنفس مكاني بس ما فتحت أي شيء. دقيقة تقريبا طريقي هذا ما جيت معاه في البداية. طيب وين المفتاح؟ أنا أذكر إني مريت عليه في الديمو وحصلت مكانه بس نسيت والله، ماني عارف وين.
كان هنا في الديمو، كأني أتذكر أنه هنا، بس ممكن اللعبة تختلف لأنه اللعبة الأساسية غير عن الديمو. الديمو بس يبين لك الأشياء بسرعة عشان تعرفها وخلاص، ما يحتاج تروح وترجع حتى في الديمو إذا تذكرون نيمسيس كان يطلع، دحين ما أدري هل هو بيطلع ولا ما بيطلع، ماني عارف والله، ماني عارف، ما طلع، فيفرق. عشان كذا دقيقة يا بابا، مالي الا انه اطفي النار. والله الديمو لخبط اقسم بالله العظيم، يعني حاليا دحين انا ما عارف هل ماشي صح ولا ماني ماشي صح، هل المفتاح او الاقفال موجوده ولا مو موجوده، ولا بلاقيها بعد في طريقه مختلفه عن الديمو. ممكن الديمو عشان بس توضيح. حلو حلو حلو، حصلت قدامي، يفرق زي ما قلت لك كويس. طبعا ممكن احط الجوهرة هنا، طب دقيقة بس، اقدر افتح تعالي، لا طيب اقدر ارجع برا، ايوه اقدر، معلش برجع لعبة ريزيدنت ايفل يبغى لها طولة بال. يا مرحبا، لا اتفقنا على كذا يا رب، بالله يجيك من قدام ومنه، ما في برميل احمر؟ اتفاهم معاكم دحين بطريقة غير خاصة، دقيقة. ابلع انت وياه. كويس، اخذت حصلت قنبلة موجودة. اصلا كان في برميل احمر بس ما شفته. غريب الشنطة هذه انفتحت بسرعة. شكل ما كان عليها قفل. دحين نجي للشغل اللي مو كويس. طيب لازم اتخلص من اشياء، بتخلص من، صعب اتخلص من هذه، اتخلص من الرصاص هذا، تمام. لا كويس انه ياخذ فئة الحالة بدل ما ياخذ خانتين زي الجزء الثاني. طبعا ما تفتح، ممكن ارجع بعد. تمام رجعنا هنا، دحين نبدا ندخل في الشيء الجديد، وغالبا راح اتوقف هنا بس اليوم، بس بشوف ايش كذا. خلاص الحمد لله افتكيت من التكرار اللي كررته في الديمو،
نجي هنا كان في احد هنا دقيقه قبل ما اروح خليني احط الجوهره في مع اختها هنا في المكان ذا تمام شوف زي ما توقعت هنا خلاص اقدر اتخلص من المفتاح هذا اسوي الديسكارد خلاص ما عاد احتاج كويس هذا واحد من الناجين او صديقه ممكن لا حلو ذا الحين بداية شخصية واحد شرير انا والله ما اذكر التفاصيل كلها من ريزيدنت ايفل الكلاسيكي على بلايستيشن 1 لانه زمان كانت اذا جات اللقطات اللي زي كذا نسوي لها سكيب بس تلعب وتقتل وتختم خلاص والله حرام عليك قتلت الرجال مسكين مالك طيب تمام هنا ايش موجود يمكن هذه الدلالة على رقم سري في البيانات طبعا يعطيك بيانات يبحثون عن ناجين ومفقودين وما نعرف كيف ما ادري اذا كانت في ايحاءات او ما في طبعا هذا مكان اللي جيت معه